بداية البروجكت أو المشروع إيش المقصود فيه؟ هو عبارة عن مجموعة من الأكتيفيتيز اللي أنا بعملها حتى أوصل لهدف معين. أي مشروع موجود عندي، طبعاً المشاريع اللي أنا بعملها تتراوح بين السيمبل أو المشاريع البسيطة لا الميديوم لا الكومبلكس بروجكتس أو البروجكتس اللي بتكون حجمها كبير. فالمشاريع البسيطة بكون عدد الأكتيفيتيز فيها قليل والفترة الزمنية أو أنا بنفذها بفترة زمنية قليلة، بينما في الكومبلكس أكتيفيتيز هاي المشاريع بتكون اللي هي المشاريع الضخمة أو المشاريع الكبيرة، فيها عدد كبير من الأكتيفيتيز وبحاجة لفترة زمنية طويلة حتى أخلصها. كل مشروع سواء في السيمبل أو في الميديوم أو في الكومبلكس بروجيكتس أنا بقسمها هاي المشاريع لمجموعة من الأكتيفيتيز، وكل ما زادت أو كل ما زاد حجم المشروع الموجود عندي كل ما زاد عدد الأكتيفيتيز المكونة لهذا المشروع. هاي الأكتيفيتيز أنا بعملهم من A to Z حتى في النهاية بعد ما أخلص هذا المشروع أوصل للهدف اللي أنا بدي إياه، الهدف الأساسي للمشروع اللي إحنا منسميه الجول أو منسميه السكوب. يعني أنا دخلت في مشروع بهدف معين، إني أوصل فرضاً أو أنشئ بناية معينة، أنشئ مركز معين، أحقق أرباح معينة، مصنع يعطيني عوائد معينة. فالهدف من هاي الأكتيفيتيز إني أوصل للتوب جول أو اللي إحنا منسميه السكوب. طبعاً أي مشروع موجود عندي constraints أو limitations لهذا المشروع اللي هو التايم، البادجت اللي هي الكوست، والسبيسيفيكيشنز اللي هي محددات. أي مشروع أنا بدخل فيه لازم أنهي هذا المشروع بفترة زمنية معينة. ما في أي مشروع أنا بدخل فيه وبحكي إنه أنا معي أي زمن أنا بدي إياه حتى أنهي هذا المشروع. دائماً في عندي limitation على التايم. الشخص اللي بيطلب مني إني أنجز هذا المشروع بيعطيني time limit معينة، لازم أخلص هذا المشروع فرضاً بأسبوع أو بشهر أو بست أشهر أو بسنة. دائماً أنا عندي limitation على time أو على الزمن. البادجت اللي هي الكوست، ما في أي مشروع أنا بدخل فيه وممكن أختار أي كوست أنا بطلبها أو أنا بحتاجها. دائماً عندي limitation إنه هذا المشروع فرضاً لازم أشتغله ماكسيمم ب1000 أو ب10000، فدائماً عندي limitation على البادجت أو على الكوست. وأيضاً specifications اللي هي المحددات، يعني فرضاً بدي أنتج قطعة يكون إلها strength بقيمة معينة، يكون لونها فرضاً بهذا اللون، تكون فرضاً السيرفس فينيش إلها بهاي القيمة أو نعومة السطح بهاي القيمة. أحياناً ممكن تكون specification هو عبارة عن زمن، يعني specification ممكن تكون time، يعني شخص بيطلب مني أنجز له شغلة معينة وبيشرط علي أني أخلص له إياها بفرضاً أسبوع، فهاي صارت عندي specification أني أخلصها بأسبوع. ممكن يكون إشي إله علاقة بالكواليتي، إنها تشتغل فرضاً بسرعة، إن تكون جودتها عالية، إلها شكل معين. يعني فرضاً إذا أنا بصنع قطع لألعاب الأطفال،
شو أول specification لازم تكون موجودة مع ألعاب الأطفال؟ اللي هي السيفتي أو الأمان. فالسبيسيفيكيشن بيعتمد على نوع القطعة اللي أنا بصنعها. هلأ المشروع أنا بقسمه لمجموعة من الأكتيفيتيز. هاي الأكتيفيتيز هي ثلاث أنواع: اليونيك، الكومبلكس، والكونكتد أكتيفيتيز. اليونيك أكتيفيتيز هي الأكتيفيتيز اللي بتصير معي راندوملي بشكل غير مخطط له، وممكن تصير ممكن ما تصير، ممكن تصير معي مرة ممكن ما تصير نهائيا، ممكن تصير مرة واحدة ممكن مرتين. فهاي الأكتيفيتيز غير مخطط لها، ما دخلتها ضمن حساباتي، وبتصير بشكل عشوائي، ممكن تنعاد ممكن ما تنعاد ممكن ما تصير بالأصل. زي إذا أنا بشتغل على مشروع معين وفجأة خربت المشين الموجودة عندي، فبدي أضطر إني أستنى حتى أعمل مينتنس لهاي المشين، وبالتالي شغلي رح يتأخر. ممكن عامل يمرض وياخذ إجازة، ممكن فجأة عامل عندي يترك الشغل. فهون هاي الأكتيفيتيز أنا مش مخطط لها، مش ماخذها بعين الاعتبار، فصارت معي بشكل عشوائي، ممكن تنعاد وممكن ما تصير بالأصل. يعني في النهاية أنا مش مدخلها ضمن حساباتي. فجأة فرضا خلال الشغل انقطعت الكهرباء، فبدي أستنى وهون يتأخر شغلي. ولكن حتى أنا يكون عندي إدارة صحيحة وإدارة عالية للمشروع الموجود عندي، هاي الأكتيفيتيز لازم أخذها بعين الاعتبار. يعني أنا لما بخطط لمشروعي مشان يكون مشروعي ناجح بدرجة كبيرة، لازم أخذ بعين الاعتبار إنه ممكن عامل يترك الشغل عندي أو يأخذ إجازة. في هاي الحالة لازم يكون عندي عامل مناوب عنه، أو في عامل أصلاً موجود داخل المصنع بيعرف يشتغل نفس الشغلة، وبالتالي ممكن أستخدمه. إذا صار عندي عطل في المشين، ممكن يكون عندي مشين ثانية ممكن أشتغل عليها احتياط، أو أكون أنا موظف عامل صيانة داخل المشين أو داخل المصنع يعمل لي صيانة لهاي المشين بشكل سريع. ممكن واحدة من هاي اليونيك أكتيفيتيز إنه أنا بطلب رو ماتيريال من سبلاير أو من مزود، اللي هي المواد الخام، أنا بجيبها من مورد معين اللي هو إحنا بنسميه سبلاير. ممكن صار خلاف بينه وبينه أو اتأخر علي المرة هاي، فلازم يكون عندي another supplier أو مورد آخر ممكن أنا ألجأ له حتى أحل هاي المشكلة. فاليونيك أكتيفيتيز هي غير مخطط لها، ولكن أنا لازم أخذها بعين الاعتبار إنه ممكن تصير معي. فلو صارت أنا كيف بدي أحل هاي المشكلة؟ لازم يكون عندي solution معين لهاي المشكلة. الcomplex activities هي الاكتيفيتيز اللي مخطط لها، انا مخطط انه انا بدي اشتغلها، ولكن لا يشترط فيها الترتيب. هي اكتيفيتيز انا مخططها لازم اشتغلها حتى اخلص المشروع، ولكن لا يشترط هون عندي الترتيب. يعني فرضا انا عندي بيت مكون من غرف، غرفة A، غرفة B، غرفة C فرضاً، عندي الباثرومز، عندي الكيتشن، بدي أدهن هذا البيت. فحتى أدهن البيت كامل، هل يشترط الترتيب هون عندي؟ يعني لازم أدهن A بعدين B أو C؟ لا، هون ممكن أبلش أدهن غرفة A بعدين B بعدين سي، أو ببلش ببي
بعدين سي بعدين A، أو ببلش في سي بعدين A بعدين B. متى ما اكتملت كل عناصر البيت الموجود عندي، المشروع عندي بيكتمل. فالكومبلكس اكتيفيتيز هي اكتيفيتيز أنا بعملها مخطط لها، لازم أخلصها حتى ينتهي المشروع عندي، ولكن لا يشترط عندي الترتيب. الكونكتد اكتيفيتيز هي اكتيفيتيز مخطط لها، نفس الكومبلكس مخطط لها، لازم أكملها حتى أنجز المشروع، ولكن هون يشترط الترتيب. هون يشترط عندي الترتيب. يعني فرضا في برنامج الكمبيوتر بروجرامينج، يعني إذا أنا بدي أنزل سوفت وير على الكمبيوتر أو بدي أعمل فورمات فرضا للكمبيوتر الموجود عندي، هل في عملية السيت اب أو الفورمات ممكن أنا أبدل خطوة مكان خطوة؟ لا، عملية الفورمات أو السيت اب ببلش بخطوة A، بيجي بعدها خطوة B، بيجي بعدها C. إني أخربطهم مع بعض أو أبدل خطوة مكان خطوة ما بتزبط معي. زي فرضا بدي أصنع قطعة بعملية الكاستينج اللي هي السباكة. بالكاستينج أول شيء أنا بعمل ميلكينج للمادة، أو في البداية أنا بكون مشكل الداي اللي هو القالب، بعدين بعمل ميلكينج للمادة، بصب المادة أو بعمل بورينج أو بصب المادة داخل القالب. فرضا أنا بشكل القالب من الرمل، بصهر المادة، بصب المادة داخل القالب، بستنى عليها حتى تنشف يصير فيها solidification، بعدين بكسر الداي، بعمل له شيك اوت أو بكسره وبطلع القطعة. هاي الفاينل بارت. القطعة بعمل لها عمليات finishing، يعني بشيل الزوائد الموجودة عندي وبنعم السطح النهائي. هل يمكن استبدال خطوة مكان خطوة هون؟ أو أغير ترتيب هاي الخطوات؟ أكيد لا. يعني ما بزبط إنه أنا أطلع الفاينل بارت قبل ما أكون مثلاً صاب بالمادة، أو ما بزبط إنه أنا أصب المادة إذا ما كنت عامل لها ميلتينج، ما بزبط إنه أعمل فينيشينج إذا ما كنت حاصل على الفاينل بارت. فهاي الخطوات بالتسلسل، بمشي فيها بالتسلسل. تغيير ترتيب هاي الخطوات ما بيزبط عندي، فهاي أنا بسميها الكونكتد اكتيفيتيز. هلا أي مشروع أنا بشتغله لازم أشتغله within time، يعني أنا لما أبلش في هذا المشروع المدير العام، أو إذا أنا داخل بي عطاء لشركة حكومية فرضا أو لجهة حكومية، أو زبون معين الكلاينت أو اللي إحنا بنسميه الكاستمر أو الزبون، بيطلب مني الفترة الزمنية اللي لازم أنا أخلص فيها هذا المشروع. دخلت بعطاء لشركة خاصة أو لجهة حكومية أو المدير العام نفسه أو الكاستمر اللي هو الزبون اللي أنا بشتغل له هاي الخدمة أو بقدم له هذا المنتج، بيطلب مني إنه أنا لازم أخلص هذا المشروع بفترة زمنية معينة. إذا أنا عندي limitation على التايم أو على الوقت. هلأ المشاريع إذا أنا خلصتها on time بسميها on schedule، أحيانا ممكن أنا أبكر في تسليم المشروع أو أخلص المشروع بفترة زمنية أقل من الفترة الزمنية المسموحة بالنسبة إلي، بنسميها ahead of schedule.
وأحيانا بصير عندي مشكلة وبتأخر فرضا بتسليم الطلبية أو بتسليم المشروع، هاي بسميها behind schedule. إذا أنا بالنسبة للسكاجول، السكاجول هو المخطط الزمني الموجود عندي. السكاجول هو المخطط الزمني، يعني أنا المشروع له زمن، هل أنا ملتزم بهاي الفترة الزمنية؟ إذا كنت ملتزم فيها إذا أنا on schedule. إذا كنت أنا نشيط زيادة، العمال الموجودين عندي نشيطين زيادة، الأمور صارت ب ظروف ممتازة، فأنا بخلص بفترة زمنية أقل من الفترة الزمنية الموجودة عندي، إذا هون أنا ahead of schedule. ولكن أحيانا ممكن يصير عندي مشاكل أتأخر في تنفيذ مشروعي، فهون أنا بكون behind schedule. الإدارة الناجحة أو الجود مانجمنت هي المانجمنت اللي بتحول لي أو بتحاول إنها تسيطر على الفترة الزمنية للمشروع الموجود عندي. يعني خلال الشغل إذا صار عندي مشكلة وأنا كنت behind schedule، يعني عندي تأخر، بدي أحاول أعمل بعض السوليوشنز بحيث إني أرجع لمرحلة الأون سكاجول. يعني فرضاً أنا صار عندي تأخر في شغلي، ممكن أشغل العمال أوفر تايم حتى أنجز زيادة، ممكن أجيب ماشين جديدة أو الماشينز الموجودة عندي أعمل لها صيانة بحيث إنه البيرفورمانس إلها أو أدائها يزيد، ممكن أشغل عمال مياومة. فبدي أحاول أعمل أي إشي بحيث إني أنقل المشروع الموجود عندي من behind schedule أو التأخير الموجود عندي لا on schedule، وألتزم بالفترة الزمنية المعطاة. within budget، أي مشروع أنا بدخل فيه بده عمال والعمال بدهم أجرة، بدي ماشينز وهاي الماشينز راح تكلفني تكاليف مختلفة، وبدي ماني حتى أشتري raw material اللي هي المواد الخام اللي أنا بستخدمها بشغلي، حتى أستأجر مبنى إذا ما كان عندي مبنى فرضا بدي أستأجر مبنى، بدي أدفع electricity cost. فراح أدفع أو أي مشروع أنا بدخل فيه راح أدفع أنواع مختلفة من الكوست، والكوست اللي أنا بدفعها التوتال كوست اللي أنا بدفعها في المشروع حكينا إحنا بنسميها البيزك كوست أو الأجستد كوست بيز. كل أنواع الكوست اللي أنا بدفعها في مشروعي حكينا إحنا بنسميها البيزك كوست أو الأجستد كوست بيز. نفس الإشي في مشروعي ممكن أنا أكون on budget يعني ملتزم بالكوست، under budget أو over budget. إذا كنت أنا ملتزم بالكوست المعطاة إلي إذا أنا بكون on budget. إذا أنا كنت يعني المدير العام كان عنده intelligence عالية وعمل لي إدارة لهذا المشروع بشكل ممتاز، ممكن أنا أنجز هذا المشروع ب أو أنجز نسبة معينة فرضا من هذا المشروع بكوست أقل من الكوست اللي ممكن أحصل عليها، فبسميه under budget. أحيانا بتكون الأمور سيئة عندي فأنا بشتغل هذا المشروع بover budget، أعلى من الكوست المسموحة بالنسبة لي. طبعاً راح يصير عندنا مشاكل هون، راح نشوف إيش المشاكل ممكن تصير. فلازم ألتزم بالكوست الموجودة عندي
ممكن أعمل بعض التكنيكس حتى أنا أقلل من هاي الكوست. واحدة من هاي التكنيكس فرضاً إني أحاول أدمج أكثر من أكتيفيتي مع بعض. يعني المشروع الموجود عندي بيتكون من مجموعة من الأكتيفيتيز A, B, C, D للنهاية. بحاول أغير بهاي الأكتيفيتيز بحيث إني أقلل من التوتال كوست. يعني هل ممكن أدمج B مع C وأشتغلهم بكوست أقل؟ هل ممكن أدمج A مع B وأشتغلهم بكوست أقل؟ فبدي أحاول هل ممكن أستخدم ريسورس غير الريسورس الموجود عندي ويكلفني كوست أقل؟ فبدي أحاول دائماً إني أكون within budget أو ملتزم بالكوست الموجودة عندي. According to specification، specifications هي المحددات. يعني حكينا في ألعاب الأطفال أول محدد موجود عندي هو السيفتي، إنها تكون سيف بالنسبة للطفل اللي راح يشتغل عليها. إذا أنا بشتغل على قطعة للأوتوموبيلز أو للسيارات لازم يكون إلها سترينث عالية بحيث إنها تتحمل اللود اللي ممكن يكون عليها. ممكن أنا أصنع قطعة رود فرضاً ويطلب مني إنه هذا الرود اللينث إله 10 سنتيمتر. فالسبيسيفيكيشن هي محددات لازم أنا ألتزم فيها. مين بيحدد لي إياها هاي أو مين بيفرض علي هاي المحددات؟ ممكن الكلاينت اللي هو الكاستمر أو الزبون اللي بيطلب مني هذا المنتج. ممكن التوب مانجمنت المدير العام. ممكن الجوفرمنت إذا أنا بشتغل هذا المشروع كعطاء حكومي بكون عندي. فالسبيسيفيكيشنز هي محددات بتعتمد على نوع المنتج الموجود عندي. أحياناً بصير عندي مشكلة إذا فرضاً الكاستمر الكلاينت أو الكاستمر طلب مني أنتج برودكت معين، قطعة معينة، فرضاً تليفونات. بالتليفون ممكن يطلب لون معين فرضاً لهذا التليفون، شكل معين أو ديزاين معين، يكون فيه أبليكيشنز معينة، الكاميرا يكون إلها مواصفات معينة، النت، سرعة النت تكون إلها مواصفات معينة. ففي عندي محددات، مجموعة من المحددات اللي هي أنا بسميها specification. ممكن الكلاينت أو الكاستمر أو الزبون يعطيني مجموعة من هاي المحددات، أبلش أنا أشتغل على هذا المشروع. خلال فترة تنفيذ المشروع يصير عندي changing على هاي المحددات. يعني أنا بلشت أشتغل وصلت فرضاً ل 20%، 30، 40. خلال فترة شغلي بيجي الكاستمر أو الكلاينت بيطلب مني إني أعمل تعديل معين على فيتشر معينة داخل هذا البرودكت اللي أنا بصنعه. فهون صار عندي سكوب تشينج، يعني تغير في السبيسيفيكيشنز أو تغير في المحددات. فلازم يكون عندي دائماً alternative solutions. بدي أخذ بعين الاعتبار إنه ممكن خلال شغلي على هذا المشروع المدير العام أو الكاستمر يطلب مني تغيير شغلة معينة، تغيير فيتشر معينة. فلازم يكون عندي دائماً alternative solutions حتى ما يصير عندي مشاكل. هلأ السكوب هو التوب جول أو الهدف من هذا المشروع. السكوب هو الجول أو الهدف من هذا المشروع. هلا إن جنرال أي مشروع أنا بدخل فيه بتمنى أو المطلوب من هذا المشروع إنه أنا أشتغل ألتزم بالكوست، ألتزم بالتايم،
ألتزم بـ الريسورسز زائد إني أحقق الهدف الأساسي من هذا المشروع بـ الكواليتي أو السبيسيفيكيشنز المطلوبة. أي مشروع أنا بدخل فيه بدي ألتزم بالكوست والتايم والريسورسز. إجمالاً إذا أنا اشتغلت هذا المشروع بـ الريسورسز المعطاة بالنسبة إلي، شو هي الريسورسز؟ راح نحكي عنها كمان شوي، بالزمن الموجود عندي وبالكوست إذا أنا التزمت فيهم، إجمالاً أنا راح أوصل للهدف اللي أنا بدي إياه وبالكواليتي المطلوبة. أول شغلة موجودة عندنا هي السكوب. السكوب هو الهدف الأساسي من المشروع. يعني أنا بدخل في مشروع معين، بحدد ليش أنا دخلت في هذا المشروع، شو اللي أنا بدي أوصل له من هذا المشروع. What will be done? What will not be done? شو الإشي اللي أنا بدي أعمله؟ وشو الإشي اللي لازم أتفاداه، لازم ما أعمله في هذا المشروع، اللي هو الهدف الأساسي أو التوب جول من هذا المشروع. طبعاً أي مشروع أنا بدخل فيه حتى يكون هذا المشروع ناجح، لازم يكون عندي في البداية understanding لطبيعة هذا المشروع، مكوناته، كيف أنا بدي أشتغله من A to Z، شو كل الأشياء اللي أنا بحاجة إلها، اللي هي request form. لازم يكون عندي request form، يعني form موجود فيه بالتفصيل كل الأشياء اللي أنا بحاجة إلها لإنجاز هذا المشروع. بحدد شو resources اللي أنا بدي إياها، يعني شو العمال، machines، material، raw material، equipments معينة، space، شو space اللي أنا بدي إياه حتى أشتغل على هاي القطع أو على هذا المنتج. لازم يكون عندي scoping statement. دائماً أي شركة أو أي مصنع بكون عندهم ما يسمى بالvision والmission، اللي هي الرؤية والرسالة، اللي هي شبيهة بالscoping statement، يعني شو الإشي اللي أنا بدي أوصله. أحياناً حكينا بصير عندي تغيير في السكوب، يعني أنا بلشت أشتغل على البرودكت الموجود عندي، بلشت أشتغل على هذا البرودكت، وصلت لفرضاً 40% من شغلي على هذا المنتج. بعد ما وصلت ل40% إجا المدير العام أو الكاستمر اللي هو الزبون، عمل لي تغيير مفاجئ، يعني طلب مني إني أضيف فيتشر زيادة أو أضيف قطعة زيادة أو في قطعة بغيرها، فهون صار عندي scope change. أو أحياناً أنا بشتغل على منتج وبدي أنزل هذا المنتج على السوق، ولكن فجأة ظهر عندي competitor أو منافس مفاجئ. يعني أنا بشتغل على منتج معين بدي أنزله للسوق، فجأة نفس المنتج اللي أنا بصنعه كان في منافس آخر نزل نفس المنتج على السوق، سبقني ونزل نفس المنتج على السوق، فهون أنا صارت عندي مشكلة، فلازم أعمل مباشرة changing في السكوب. يعني بدي أعمل تغيير على المنتج الموجود عندي بحيث يتميز عن المنتج الأول اللي نزل على السوق، وبالتالي أقدر أبيع هاي القطع اللي أنا صنعتها. ممكن يكون عندي أوبشن إنه أنا أقلل البرايس أو السعر، ممكن أضيف فيتشر زيادة مش موجودة في الكومبوننت الأول،
الكواليتي تكون في أفضل، الديزاين له أفضل، الاستخدام طريقة الاستخدام تكون شوي أفضل. فممكن يصير عندي سكوب تشينج، ولكن لازم أعرف كيف أنا بدي أتعامل مع هذا التشينج. الكواليتي لازم أنا دائما أقيس الكواليتي الموجودة عندي، ووسائل قياس الكواليتي بتعتمد على نوع البرودكت اللي أنا بقدمه أو السيرفيس. إذا أنا بقدم منتج تانجبل أو المنتجات الملموسة، بقيسوها عن طريق وسائل الكواليتي المختلفة اللي هي الديستركتيف والنون ديستركتيف تيست، اللي هي عمليات الفحص. بفحص المنتج الموجود عندي هل هو منطبق للمواصفات المطلوبة أو لا. أحياناً أنا بقدم سيرفيس سيستم اللي هو نظام الخدمات، زي خدمات تعليمية، خدمات صحية، خدمات اتصالات، سيرفيس سيستم اللي هو نظام الخدمات. في هذا النوع من في نظام الخدمات، كيف أنا بقيس الكواليتي؟ عن طريق الكونتينيوس امبروفمنت. كونتينيوس امبروفمنت طبعا عندنا علم كامل عن عمليات الكونتينيوس امبروفمنت. ان جنرال الكونتينيوس امبروفمنت انه انا ما بوصل لليمت معينه، يعني انا ما يعني بزيد الكواليتي او بحسن الكواليتي الموجوده عندي لحد معين، لا، دائما لازم يكون عندي كونتينيوس امبروفمنت في البروسيسز او في الخدمات اللي انا بقدمها. طبعا حساب الكواليتي او قياس الكواليتي او الكواليتي ميجرمنت بتعتمد على نوع المنتج الموجود عندي. احيانا ممكن يكون المنتج اللي انا بصنعه سيمبل، ممكن يكون عندي كومبلكس. في عندنا ما يسمى الان بروسيس كواليتي ميجرمنت والاوت بروسيس كواليتي ميجرمنت. في الان بروسيس يعني انا كل شوي او بعد كل خطوه بفحص الكواليتي للمنتج، هل هي within specification أو لا. إذا كان أو في الـ out process يعني بفحصها بس لما أخلص القطعة. طبعاً هذا بيعتمد على نوع القطعة، إذا كانت القطعة complex بدي أستخدمها في application sensitive زي الـ aircrafts أو الـ automobiles، الـ cost أو بتكلفني cost عالية، إذا لازم بعد كل بروسيس أو بعد كل تو بروسيس حسب طبيعة المنتج الموجود عندي أقيس الكواليتي. بينما المنتج سيمبل بسيط ما بدي أستخدمه بكريتيكال أبليكيشن، تكلفته بسيطة جدا، إذا ما في داعي كل شوي أقيس الكواليتي له، بستنى للنهاية وبعد ما أخلص هذا المنتج بقيس الكواليتي هل هي within specification أو out of specifications. طبعا حكينا عن الكوست، التايم والresources. الكوست اللي أنا بحاجة إلها حتى أنجز مشروعي سميناها البيزك كوست أو بالأدجستد cost phase. الكوست اللي أنا بحاجة إلها لإنجاز مشروعي بسميها الـ basic cost أو الـ adjusted cost phase. راح نشوف كيف أنا بدي أحلل الكوست الموجودة عندي وأحسب التوتال كوست للمشروع بالكامل. حكينا إحنا في chapter 2 إنه أنا عندي تقسيمات مختلفة لا الكوست، ممكن أقسمها للفيكست كوست، الفاريابل كوست اللي هي السي في، ممكن أقسمها للكاش والكوك كوست، الدايركت والإن
دايركت كوست، في عندي ما يسمى بالستاندرد كوست اللي هي الكوست بير يونت، اللايف سايكل كوست اللي هي كل مجموع الكوست اللي أنا بدفعها من بداية المشروع لنهايته. ففصلناهم إحنا في chapter 2 كل أنواع الكوست اللي أنا بحاجة إلها حتى أنجز هذا المشروع. رح نعمل تفصيلات لهاي الكوست وكيف أنا بدي أحسب التوتال كوست للمشروع، وطبعا أنا لازم ألتزم بهاي الكوست. إذا كان فرضا أنا دخلت في مشروع والكوست ليميت عندي هي 100,000 فرضا، إذا أنا لازم ألتزم بالكوست ليميت اللي هي 100,000. إذا تجاوزت هاي الليميت يعني اشتغلت فرضا بقيمة أعلى من 100,000 أو 100,000، إذا هون صار عندي مشكلة إنه أنا أوفر بوجت. في هاي الحالة ممكن الزبون ما يقبله وأضطر إني أبيعه إياه بنفس السعر، وبالتالي ربحي أو البروفيت اللي أنا مخطط لها في هذا المشروع راح تكون قليلة. التايم أيضا أنا لازم ألتزم به الوقت المحدد، حكينا إما من الكلاينت اللي هو من الكاستمر أو الزبون، الجوفرمنت إذا كنت داخل في عطاء حكومي أو مشروع لجهة حكومية، أو التوب مانجمنت اللي هو المدير العام. هلا أنا عندي مخطط زمني، فرضا هون عندي الزيرو أنا ببلش بالمشروع، عندي مخطط زمني. هذا المخطط ممكن يكون بالأيام أو بالأشهر أو بالأسابيع حسب المشروع الموجود عندي. لازم ألتزم بهذا المخطط الزمني، يعني فرضا عندي الأسبوع الأول لازم أكون مشتغل 10% من حجم الشغل، على نهاية الأسبوع الثاني لازم أكون مخلص 30%، على نهاية الأسبوع الثالث لازم أكون مخلص 50%، وهكذا. فأنا دائما بدي أعمل دراسة بعد ما أنا أدخل في المشروع، بدي أشوف هل أنا ملتزم بهاي الفترات الزمنية الموجودة عندي أو لا. بناء عليها أنا بكون on budget يعني ملتزم تماما بهاي الفترات الزمنية، over أو behind schedule يعني أنا متأخر في حجم الشغل اللي أنا منجزه في هاي الفترة الزمنية، أو أهد أوف سكاجول عندي العمال نشيطين الأمور كلها تمام، وبالتالي أنا سابق الخطة الموجودة عندي. إذا كنت أون سكاجول أو أهد أوف سكاجول يعني ملتزم في الخطة أو سابق الخطة، إذا أموري تمام ما في عندي مشكلة. ولكن إذا كنت بيهايند سكاجول يعني أنا متأخر عن هاي الخطة رح يصير عندي مشاكل، وبالتالي ممكن أو لازم أنا أحل هاي المشكلة وأتفادى الوضع الموجود عندي. في أسوأ الحالات إنه هاي المشكلة ما تتحل معي وأضطر إني أنا أسلم المشروع بفترة زمنية عالية، أتأخر على الكاستمر أو على الزبون، بالتالي الزبون ممكن يرفض هذا المشروع أو بصير تفاوض بينه وبينه حتى أقلل من السعر أو من البرايس. في جميع الأحوال رح يصير عندي خسارة في هذا المشروع أو نقصان في كمية الربح اللي ممكن أحصل عليها. الريسورسز اللي هي كل الأمور اللي أنا بحاجة إلها حتى أشتغل على هذا المشروع، أنجز الأكتيفيتيز الموجودة عندي. يعني أنا بحاجة لعمال، بحاجة لماشينز وإكويبمنتس، فيزيكال فاسيليتيز اللي هو المكان اللي أنا بدي أشتغل فيه على مشروعي، إنفنتوري اللي هو المخزن حتى أخزن القطع اللي أنا بحصل عليها
هاي كلها بسميها resources. طبعا أنا عندي limitation على هاي resources، يعني ما في مشروع أنا بدخل فيه بكون عندي عدد لا نهائي من العمال أو عدد لا نهائي من الماشينز. دائما أنا عندي limitation، فلازم أنا أنجز مشروعي بعدد العمال المعطى بالنسبة لي أو الأفيلابل، الماشينز الأفيلابل within السبيس الأفيلابل بالنسبة لي، وأيضا التايم والكوست أيضا هما ريسورسز. لازم أشتغل هذا المشروع بالزمن المعطى وبالكوست المعطى. هلا السكوب تريانجل بيحكي لي إنه إذا أنا التزمت بالتايم، التزمت بالكوست، بالريسورسز، يعني إذا أنا أنجزت هذا المشروع بالفترة الزمنية المحددة بالكوست المحددة بالنسبة لي وما تجاوزت الريسورسز، إذا هون أنا بكون سيطرت أو حققت السكوب اللي هو الهدف الأساسي من هذا المشروع بالكواليتي المطلوبة. إذا أنا إذا دخلت في أي مشروع رح يكون عندي 3 constraints أو محددات لازم ألتزم فيها، اللي هي time، cost والresources. أي خلل في هاي الconstraints رح يعمل لي خلل في السكوب وفي الكواليتي. طبعا هاي الكونسترينتس ديبندنت او معتمدات على بعض، يعني اذا زاد الزمن رح تزيد عندي الكوست. يعني انا المطلوب مني اني اخلص المشروع فرضا بسنه، ولكن صار عندي تاخير في شغلي ومش راح أسلم هذا المشروع على سنة، فشو بدي أعمل؟ بدي أحاول أوجد مجموعة من السوليوشنز حتى أنا أخلص على السنة، لأنه لو ما خلصت على سنة راح يصير عندي خسارة في هذا المشروع. فشو بدي أعمل؟ ممكن أشتري ماشين زيادة، أشغل العمال أوفر تايم، أوظف عمال جداد، كلها هاي بتكلفني كوست. فإذا ما التزمت بالتايم بدي أضطر إني أزيد الريسورسز اللي هم العمال، الماشينز، الزمن، أشغل العمال أوفر تايم، فالريسورسز راح تزيد. إذا زادت الريسورسز إيش بصير في الكوست؟ أيضا بتزيد. فهاي الفاكتورز هي أو الكونسترينتس انتردبندنت، أي تغير في أي واحدة من هاي الكونسترينتس رح يعمل لي تغير في الأنذر تو كونسترينتس. هلأ إحنا رح نستخدم مجموعة من التكنيكس حتى أعمل أناليسز للمشروع الموجود عندي. أول تكنيك بنسميه الورك بريك داون ستراكتشر. في الورك بريك داون ستراكتشر أنا بعمل تحليل للمشروع الموجود عندي لمجموعة من الأكتيفيتيز. يعني فرضا هاي عندي المشروع بالكامل، إذا أنا بدي أدرس هذا المشروع بالمجمل بحجمه الكامل في البداية دراسته راح تكون صعبة علي، في أشياء ممكن ما تكون مفهومة كيف بدي أشتغلها، لإيش أنا بحاجة حتى أشتغلها، شو الزمن اللي أنا بحاجة له، شو العمال، شو الرو ماتيريال. فحتى يكون عندي دراسة تفصيلية دقيقة لهذا المشروع لازم أقسمه لمجموعة من الأكتيفيتيز. عندي هذا البروجكت بالكامل بقسمه لصب projects، يعني جزئيات أقل أو منسميها الكاتيجوريز،
باجي لكل كاتيجوري لحال بقسمها لصب صب كاتيجوريز، يعني هاي الكاتيجوري بقسمها ل تاسك 1 2 اند 3. باجي لكل صب صب كاتيجوريز بقسمها لصب صب ايضا صب كاتيجوريز. فانا بمسك جزئيه معينه بظل اقسم فيها حتى اوصل في النهايه لجزئيه قليله جدا. هاي الجزئيه لا تقسم، بسميها الورك باكج. بظل اقسم حتى اوصل لجزئيه بسيطه جدا بسميها الورك باكج. هذا الورك باكج انا بعرف بالضبط شو الفتره الزمنيه اللي انا بدي اشتغل فيها، شو الريسورسز اللي انا بحاجه الها، مين الاشخاص اللي راح يشتغلوا عليها، شو بدها رو ماتيريال. فانا بدي اقسم المشروع لمجموعه من الليفلز حتى اوصل بالنهايه لشيء بسميه الورك باكج. الورك باكج هو يعني جزئيه بعد هيك لا تقسم. الورك باكج هو جزئيه لا تقسم. فانا بقسمها لكاتيجوريز، بعدين صب كاتيجوريز، بعدين صب صب وهكذا. اذا في الورك بريك داون ستراكشر الأندر ليميت اللي لازم تكون موجودة عندي هي كلها عبارة عن work packages. هاي برجع بقسمها، هاي work package، work package اللي هي bottom level الموجود عندي لازم يكون كله عبارة عن work packages اللي هي limits، أصغر جزئية موجودة عندي. هاي الجزئية لا تقسم، هاي الجزئية أنا بعرف exactly شو الفترة الزمنية اللي بدي أشتغلها فيها، شو بدها عمال، مين العامل اللي راح يشتغل عليها، مين أو شو بدي رو ماتيريال حتى أشتغلها. فهذا بيسهل لي من دراسة المشروع الموجود عندي، بدرسه بالتفصيل شو بدي ماتيريال، شو بدي عمال، شو بدي زمن. إذا صارت عندي مشكلة، يعني فرضاً صارت عندي مشكلة أو خطأ في هذا الورك باكيج، برجع للعامل اللي اشتغلها بشوف مين العامل اللي اشتغلها وشو المشكلة اللي صارت عندي. غير لما أنا أدرس المشروع بالكامل، بالكامل لو صار عندي خطأ ما بعرف مين السبب الأساسي في هذا الخطأ. طبعاً مجموع كل هاي الورك باكيجز لما أنا أنجز كل الورك باكيجز الموجودة عندي بكون أنا خلصت المشروع. يعني هون ممكن أنا عندي المشروع أو البروجكت قسمته لتو تاسك، فرضا تاسك 1 وتاسك 2. جيت على تاسك 1 قسمتها لورك باكج 1 وورك باكج 2. تاسك 2 قسمتها ل 3 ورك باكجز، هاي خليني اسميها 1 1 وهاي 1 2. هاي ورك باكج 2 1 ورك باكج 2 2 ورك باكج 2 3. هلا انا لما اخلص ال 2 ورك باكجز الموجودات عندي هون بكون خلصت هاي التاسك. لما اخلص ال 3 ورك باكجز الموجودات عندي هون بكون خلصت هاي التاسك. لما اكون مخلص هاي التاسك وهاي التاسك بكون انا خلصت المشروع بالكامل. اي مشروع ممكن انا ادخل فيه راح اقسمه لمجموعه من الورك باكجز. وطبعا هاي التقسيمات مش ثابته، بتعتمد على الشخص اللي بيعمل لي عملية التقسيم. يعني نفس المشروع ممكن أنا أقسمه لأجزاء مختلفة أو لليفلز مختلفة، يعني هذا التقسيم مش ثابت عندي. فرضا هون معطيني الورك بريك داون ستراكشر أو عملية التقسيم لبناء هاوس. يعني إن جنرال
إذا أنا بدي أعمل بيت أو أبني بيت، ممكن أنا أقسمه للأساسات فرضا، بدي أعمل الأساسات، بعدين الطابق الأول، الطابق الثاني، الطابق الثالث. باجي على الطابق الأول بقسمه لروم نمبر 1، روم نمبر 2، 3 وهكذا. فإن جنرال هون معطيني الوقت بريك داون ستراكتشر لبناء هاوس، نقسم لي اياه كالآتي، اللي هي الإكسكافيشن اللي هي عمليات الحفر، بدي أحفر في البداية. What is next؟ يعني عمليات الحفر هل أنا ممكن أقسمها لأجزاء أخرى أو لأكتيفيتيز أقل؟ باجي للفاونديشنز اللي هو التأسيس أو الأساسات، هل تأسيس أنا ممكن أقسمه لأكتيفيتيز أخرى؟ الفريم اللي هو الإطار العام للمبنى ممكن أقسمه لليفل 1 اللي هو الطابق الأول، ليفل 2 الطابق الثاني، ليفل 2 أو 3 وهكذا. الوولز أند سيلينج اللي هي الجدران والأسقف، ممكن يكون عندي دراي وول أو اللي هي الجدران، بدي أدهن الجدران فرضا، والأسقف بدي أعملها جبصين. الروفز أو الانتيريور سيستم اللي هو النظام التكييف والتبريد والتدفئة الموجود عندي، بدي أأسس فرضا ل الأجهزة الموجودة عندي أو الماكينات، يعني بدي أركب غسالة أوتوماتيك، بدي أجهز لها مكان أعملها تأسيس، بدي أركب جلاية فرضا بدي أعمل لها تأسيس، نظام التكييف والتبريد بدي أأسس له، الإلكتريسيتي اللي هي التمديدات الكهربائية. فكلها هاي لازم تكون عندي بالتفصيل. كيف بدي أقسمها؟ إذا بدي أعمل فرضاً نظام التكييف والتبريد، هل حيكون عندي فرضاً زي الأفران بدي أجهز لها، إذا عندي زي قنوات اللي هي زي القنوات اللي إذا بدي أعمل فرضاً النظام الانتيريور سيستم لعمليات التبريد أو التسخين، تدفئة مركزية فرضاً بدي أعملها أيضاً تأسيس، إذا كان عندي زي المداخن كلها هاي. فبيعتمد على الشخص اللي بيأسس لي أو بيقسم لي هذا المشروع، هذا التقسيم مش ثابت، بيعتمد على الشخص اللي بيعمل لي عملية التقسيم. الأسطح فرضاً ممكن يكون عندي في الأسقف بدي أعمل إضاءات معينة، تراكيب معينة، بدي أعمل فرضاً للجرميد للأسطح، بدي أعمل مزاريب للمي. فهاي تعتمد على الشخص اللي بيعمل لي عملية التقسيم، وحكينا مش ثابتة، فممكن أنا أجي أقسمها فرضاً لفاونديشن اللي هو الأساسات أو التأسيس، الطابق الأول، الثاني، الثالث. باجي على الطابق الأول بقسمه لروم نمبر 1، 2، 3، الكيتشن أو المطبخ والباث رومز. باجي على المطبخ بدي تأسيس فرضاً للخزائن، للأبليانسز الموجودة عندي، نظام الإضاءة، إذا عندي تدفئة مركزية، نظام تكييف وتبريد، الماسونري أو التمديدات، كلها هاي أنا بدي أقسمها بالتفصيل. هلا من هون لنهاية هذا الشابتر في Log on project. هذا Log on project هو عبارة عن مشروع
تم تقسيمه لمجموعة من الأكتيفيتيز. هاي الأكتيفيتيز ما أعطيكوا إياها جاهزة، يعني أنا عندي روبوتك ترانسبورت يونت روبوت معين بدهم يعملوا انسبكشن أو فحص لمسار هذا الروبوت، وفي شركة طلبت من شركة إنه تعمل لها فحص لهذا المسار، وبناء عليه قسموا هذا المشروع الموجود عندنا لعدد من الأكتيفيتيز. كل أكتيفيتي أعطوها زمن، أعطوها كوست في كل أسبوع، هاي التوتال كوست لكل أكتيفيتي وعدد العمال. بداية كيف أنا حسبت الزمن والكوست والعمال؟ الشركة ممكن تكون داخلة في هذا المشروع أول مرة، وبالتالي بدها تعمل أناليسز حتى تحسب الزمن والكوست. الزمن حسابه اللي أخذوا مادة الـ MTS اللي هي الموشن أند تايم ستدي، راح يشوفوا إنه كيف أنا بقسم هذا المشروع لعدد قليل من الإليمنتس أو الأكتيفيتيز. كل أكتيفيتي بقسمها ل ديفيجنز أو أجزاء قليلة جدا، بحسب التايم لكل جزء، بعدين بجمع مجموع هاي الأزمان فبيعطيني الزمن لهاي الأكتيفيتي بالكامل، زائد الكوست بشوف بقسمها لأجزاء قليلة، بشوف كل جزء إيش بيكلفني، بعد ما أجمع هاي الأجزاء مع بعض فأنا بحصل على التوتال كوست. أو الشركة هاي مش أول مرة بتدخل في هذا المشروع، مشتغلي عليه مرات عديدة، فبتعرف يعني عندها أرشيف وعندها معلومات إنه كل أكتيفيتي إيش بدها زمن إيش بدها كوست. أو بسأل ناس بيشتغلوا على هذا الموضوع لهم فترة زمنية طويلة، اللي هم الإكسبكتورز أو جماعة متخصصين في هذا الموضوع. احنا هون هاي مش مشكلتنا، هون انا بتجيني يعني في عنا في الموشن اند تايم ستدي كيف انا بدي اقيس الازمان واحسب الكوست لكل جزئية لحال، او حكينا انا عندي معلومات سابقة لاني مشتغل على هذا المشروع من قبل، او بسأل اكسبكتورز او ناس متخصصين. هلا هون احنا في مادة البروجكت مانجمنت، المشروع مقسم لمجموعة من الاكتيفيتيز، كل اكتيفيتي كم بدها زمن موجود عندي جاهز، كم بدها كوست، وكم بدها عمال. طبعا احنا معطينكم جزئية من البروجكت مانجمنت، يعني البروجكت مانجمنت لو بدنا نشرحها بالكامل هي مادة كاملة، يعني بدها فصلين حتى تنشرح، بس أخذت الأشياء المهمة من البروجكت مانجمنت حتى نشرح لكم إياها. هلأ هذا التابل موجود معي جاهز بدي أشتغل عليه، المرة الجاي راح نبلش كيف أنا بدي أحسب المشروع الموجود عندي، راح نحسب الزمن الكوست والبروبابيليتيز أو اللي هي الاحتماليات. تمام يا شباب؟ لهون حدا عنده أي مشكلة؟ مهندس طيب لهون اسم الامتحان الميد هو بتشابتر 4 أو 5 و 6 امتحان الميد راح يكون بتشابتر 4 و 5 و 6. انتوا امتحانكو الثلاثاء القادم ب 4 و 5 راح يكون في chapter 4 و chapter 5 و chapter 6. راح انزل لكم تفاصيل الامتحان ان شاء الله قبل الامتحان، نهايه الاسبوع ان شاء الله بنزل لكم التفاصيل. تمام يا شباب؟ تمام. لهون حدا عنده اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.